صباح الخير كريم، صباح الخير نهوان، صباح الخير جماهير الاهلي العظام، صباح الخير لجميع اعضاء النادي الكرام. النهارده بنتكلم على حلقه مهمه جدا اتسالنا عليها الفتره اللي فاتت، ولا هي تمارين العضلات المختلفه في البيت. بسبب طبعا مشاغلنا وبسبب فتره كورونا طبعا ربنا يعديها على مصر بسلام يا رب، فاحنا جهزنا لكم النهارده شويه تمارين منزليه بتشغل جميع مختلف عضلات الجسم. طب احنا الاول زي ما اتعودنا هنسخن نعمل ورم اب، مثلا نعمل جامب في المكان زي ما احنا شغالين كده لمده دقيقه، اوكي. بعد كده واحنا بنشتغل الجامب ناخد نفسنا كويس قوي، اوكي، على القلب بتاعتنا لمده دقيقه، تمام. وبعد كده بنبدا نشغل شولدر معانا، 1 2 3 4 5 10 عدات، وبعد كده لورا، 1 2 3 4 5 برضو 10 عدات، اوكي. بعد كده نبدا نعمل التمارين مع بعض. تعالوا بسرعه نعرف اول تمرين معنا ايه، هو تشيست بريس. طبعا نظري لتحت، فاتح رجلي سنه بمستوى كتفي وانزل، 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 اخر مره، 1 2 3 4. نعمل التمرين دوت 3 مجموعات في 8 عدات، اوكي. تاني التمرين هنعمل جو سكوات على الستيب بتاعنا. طب احنا لو ما عندناش ستيب في البيت هنستخدم الارض عادي. اول تمرين معانا السكوات، 1 2 3 4 1 2 3 4. طبعا ناخد نفسي وانا طالع، 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. التمرين اللي بعده هنعمل شولدر بريس هكذا. طبعا اقرب رجلي كويس، افتح رجلي بمستوى كتفي وانزل براسي، 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 لست اخر مره، 1 2 3 4 1 2 3 4 اوكي. بعد كده هنستخدم برضه نرجع انترفل تاني للرجلين، هنعمل لانجز. الرجل اللي هنشتغل عليها فول ستيب والرجل التانية ثابته على الارض، اشتغل، 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 لص، 1 2 3 4 تشينج رجلي التانية على الستيب. ولازم بجري طبعا ما تسيبهاش رجلي زي ما احنا متعودين، شد بطني، 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 لص، 1 2 3 4 اوكي. التمرين اللي بعده هنشتغل ديبس بوش ابس اللي هو بيشغل عضله التراي وهكذا. المهم جدا لازم نقرب مسافه بين ايديا الاثنين عشان نشغل عضله التراي هكذا، وافتح رجلي، 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 لص، 1 2 3 4 ارجع تاني اشتغل عضله مختلفه في الرجلين وهي السمانه. اقف على الستيب، رجلي بمستوى الستيب، اشتغل سمانه، 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 واثبت فوق ثانيتين بالظبط، 1 2 3 4 لص، 1 2 3 4 اوكي. ارجع تاني اشتغل جامب جاز خفيف، ان انا اشغل برضو الكارديو بتاعي مع التمرين، خفيف جدا على مشط رجلي، 1 2 3 4 خفيف جدا على مشط رجلي، 6 7 8 9 10 احنا كده شغلنا معظم عضلات الجسم. بعمل استريتشنج في اخر التمرينه وهكذا هنشتغل نطلع الحمض اللاكتيك من العضله. اول استريتش هنعمله، 1 2 3 4 5 6 7 8 اوكي، 1 2 3 4 5 6 7 8 ضم رجلي، انزل كلي على بعض كده، امسك مشط رجلي، 1 2 3 4 5 6 7 8 اوكي. اعمل بالانس واحاول امسك مشط رجلي، 1 2 3
4 5 6 7 8 تشينج 1 2 3 4 5 6 7 8 حاول تطلع بجسمي كله فوق نعمل استرتش لجميع مختلف عضلات الجسم 1 2 3 4 5 6 7 8 اخر استرتش معانا 1 2 3 4 5 6 7 8 وبكده خلصنا حلقتنا النهارده يا رب تكونوا استفدتوا واستمتعتوا معانا في حلقات جايه كتير ان شاء الله كابتن فوكس النادي الاهلي مع السلامه